الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنار بالعلم القلوب ودفع بالعلماء والصالحين الكروب والخطوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب، وأشهد أن سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وقائدنا وقدوتنا وموصلنا إلى ربنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، خاتم الأنبياء وإمام الأصفياء وسيد الأتقياء وولي الأولياء، الحبيب المحبوب طبيب القلوب وشفيعنا من الذنوب عند علام الغيوب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل المرغوب والهدي المطلوب، وعلى التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين ننال بهما كل محبوب ومرغوب. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وصية مضمخة بعبق الإيمان، تلكم هي الوصية بتقوى الله الملك الديان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومن يتق الله يجعل عسره يسرا، ويعظم الله بالتقوى له أجرا. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الكلام على محبة أولياء الله معين لا ينضب وبحر لا ينفد، وما أحوجنا ونحن نعيش عصرا تلاطمت فيه أمواج الفتن وتكالبت فيه علينا الأمم وانقلبت فيه الحقائق واختلت الموازين، أن نرجع إلى هذا المعنى أو هذا العمل الذي هو من أجل أعمال القلوب، والذي قد يدرك به المرء ما لا يدركه بأعمال الجوارح كما تقدم على أسماعكم. فحب الصالحين من عباد الله سبيل النجاة، وعلامة من علامات الإيمان، يشهد لذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قالها عليه الصلاة والسلام تبليغا لنفهم أن محبة من والى الله عز وجل من عباده الصالحين إنما هي عين محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه مبينا أن المؤمن لا يذوق لذة الإيمان إلا إذا انطوى قلبه على هذا المعنى العظيم المحبة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث من كن فيه فقد ذاق طعم الإيمان، وذكر من بينها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولا يتحقق هذا الحب في الله ولله إلا بمحبة الصالحين
وأوليائه من عباده، لأن المرء لا يحب لله إلا إذا كان هذا المحبوب صالحا. يشهد لذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه أنه قيل: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، أي لم يدرك أعمالهم ولم يدرك ما أدركوه من القرب والطاعة، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن سبيل الوصول هو محبتهم. قال: المرء مع من أحب. ومن خلال هذه النصوص وغيرها ممن يضيق المقام أو مما يضيق المقام عن ذكرها، يتبين لنا أن المحبة شجرة الإسلام، ولا يذوق وبها يذوق المرء طعم الإيمان، أن يحب أولياء الله تبارك وتعالى. يقول الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه ورحمه: إذا أردت سعادة الدنيا وسعادة الآخرة فاجعل نفسك في قلب ولي من أولياء الله. قيل: كيف ذلك؟ قال: لعل الله يطلع على قلبه فيجدك فيه فيرحمك. ثم قال: فإذا أحببته، أي هذا الولي، فإذا أحببته واستقمت على الأدب معه وحافظت على صحبته أفاض الله عليك من الأسرار والفيوضات ما لا يندرج تحت حصر. ثم قال رضي الله عنه: فإذا رأيته وأنت مشتاق إليه أمدك من قلبه إلى قلبك بأسرار وأنوار بقدر استعدادك لتلقي ذلك، أو كما قال رضي الله عنه. فمن هم أولياء الله؟ روى الإمام الترمذي في نوادر الأصول عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، من هم أولياء الله؟ قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. وروى الإمام ابن ماجة رضي الله عنه عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. هذا هو الولي حقا، من إذا رأيته نفعك النظر إليه. وكان سيدنا مالك رضي الله عنه يقول: إني كنت قد أجد في قلبي قسوة فأذهب إلى شيخ عبد الله بن المنكدر فأنظر إليه فأنتفع بذلك أياما وأياما. فالنظر إليهم يغني عن المقال. ولذلك أولياء الله هم الذين إذا نطقوا نطقوا بالله، وإذا رؤوا ذكروا بالله، يوصلون عباد الله إلى الله بالحال قبل المقال. فمحبتهم سبيل للاقتداء بهم وطريق للاعتبار بأحوالهم، وبذكرهم تصفو القلوب وتتنزل الرحمات. يقول سيدنا سفيان بن عيينة رضي الله عنه:
تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. ويقول سيدنا بشر بن الحارث رضي الله عنه: فحسبك أن أقواما موتى تحيا القلوب بذكرهم، فهم أموات أحياء، أحياء في القلوب، أحياء بما تركوه من آثار وأعمال. فحسبك أن أقواما موتى أحياء تحيا القلوب بذكرهم، وحسبك أن أقواما أحياء تقسو القلوب برؤيتهم. ولله ذر من قال واصفا عباد الله الصالحين: فإن قلت أموات فلا أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. ولذلك جعل الله أولياءه في الأرض سفينة للنجاة، من تخلف عنها لا سيما في عصر الفتن والمحن هلك وأهلك. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أعظم وما أجل أثر أولياء الله على عباد الله. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم، وأجارني وإياكم من عذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والرحمات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وسلك منهاجًا قويمًا وسبيل الرشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى وحاد عن طريق الهدى، فلا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا. جعلني الله وإياكم ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع سبيله ويقتفي أثره حتى ينال من خير الدارين سؤله وأمله، فإنما نحن بالله وله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ألا وإن من أجل مظاهر الحب وأعظم أمارات الشوق أن تناخ الركائب وتحط الرحال من طرف النفوس الطيبة والقلوب الصافية التي تربت بلسان الحال قبل المقال، تأتي من شرق البلاد وغربها، من شرق هذا الوطن وغربه، ومن كل ناحية من أنحائه، بل ومن شرق بلاد الإسلام وغربها، تحث الخطى إلى هذا المكان محبة فيه واشتياقا لرؤية صاحب هذا المقام، وإحياء لذكرى عظيم من عظماء أمة الإسلام، وشيخ مرب كامل، وإمام رائد همام. ذلكم هو القطب الواضح والولي الصالح، الإمام الهادي إلى سبيل الله، من أحيا الله به الطريق بعد اندراسها، سيدنا ومولانا محمد بالقائد. هذا الإمام العظيم الذي تأتي لإحياء ذكراه عشرات الآلاف من المحبين والمشتاقين الذين سلكوا وتربوا على يديه، ما جمعهم إلا المحبة، وما جمعهم إلا الشوق، وما حث الخطى إلى هذا المكان إلا لنيل مرضات الله سبحانه وتعالى. فاجتمعت القلوب بهذا الولي
واجتمعت عليه، وأكرم بها من كرامة، وأعظم بها من استقامة، وإن الولي الحق هو من تظهر كرامته بعد موته. كل هذا الخير وهذا المدد وهذا السر ما يسعنا إلا أن نبشر هؤلاء الأحباب، وأن نبشر هؤلاء الزوار الذين جاءوا لكي ينجوا بالنفوس من معاطبها ويحصلوا لها مآربها وينالوا رضا الله عز وجل. نبشرهم بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه لما ذكر عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي خرج إلى قرية لزيارة أخ له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال له إلى أين تريد؟ قال إلى زيارة أخ لي في الله في هذه القرية. قال هل لك من نعمة عليه؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أبشرك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فأبشروا أيها الأحباب، أبشروا أيها الزوار بخير كثير ينجر من هذه الليلة المباركة التي تستمد أنوارها وأسرارها وبركاتها من صاحبها. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ونحمد الله عز وجل على هذا التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا وصلوا وسلموا على النعمة المزداة والرحمة المهداة والسراج المنير والبشير النذير سيدنا ونبينا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وقوت الأرواح وشرابها. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم وارض عن السادة الحنفاء والأئمة الخلفاء ذوي الفخر الجلي والمقام العلي، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن عمي نبيك خير الناس سيدينا حمزة والعباس، وارض اللهم عن الحسنين الأحسنين والصفين الجليلين والقبرين النيرين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانتي نبي هذه الأمة سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. وارض اللهم عن أمهما فاطمة الزهراء وعن جدتهما خديجة الكبرى، وارض اللهم عن الصديقة الصادقة أمنا عائشة أم المؤمنين، وارض اللهم عن سائر أزواج نبيك أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة الأنصار منهم والمهاجرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن سلف هذه الأمة وصالحها، وكل من سبقنا بالإيمان، وكل من علمنا وربانا وأدبنا، وكل من له الفضل علينا، وعن أهل السلسلة والسند أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أمتنا على محبتهم، وحينا على محبتهم، واحشرنا في زمرتهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما ومعصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها خير إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم بلغ المقاصد لكل قاصد. اللهم اجعل جمعنا في هذه الليلة المباركة جمع خيرات وبركات وأنوار وأسرار يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أفض علينا فيه من فيوضاتك وأسرارك وأنوارك وبركاتك، وبلغ لكل واحد منا مقصده يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بجمعنا هذا، احفظ به البلاد وأصلح به العباد. اللهم احفظ به البلاد وأصلح به العباد. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم،
واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.